استعاذة بالله من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. حقا إذا ما ابتليت بمصيبة فكن صابرا لحكم الإله القوي المتين. وكل حكم الإله من الصابرين ترى الصلب منك بالصبر يلين. وأبشر بنصر وفوز مبين فإن الله مع الصابرين. واصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم أن المرء غير مخلدي. وإذا أردت مصيبة تسلو بها فتذكر مصابك في الحبيب محمد. فصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خير من صام وقام وعبد الله عز وجل، وخير القائمين والقارئين لكتاب الله خير الورى، وصاحب مقام قاب قوسين أو أدنى. من صلى عليه سيغنم، ومن لم يصلي عليه سيندم. هو الذي يطفئ عنا بشفاعته حر جهنم، هو الذي قدمه في الصخرة علم. هو ألف الألفة وباء البهاء وتاء التحلي وثاء الثبات وجيم الجمال وحاء الحلم وخاء الخير ودال الدلال وذال ذكر المتعال وراء رحمة الهدى وذي ذين الوجود وسين السعود وشين الشهود وصاد الصفاء وضاد الضياء وطاء الطلال وظاء الظلال وعين العناية وغين الغاية وفاء الفتوة وقاف القوة وكاف الكمال ولام اللطف من المتعالي وميم الملك ونون النوال وواو الوفاء وهاء الهنا ولا مؤلف التوحيد لا إله إلا الله وياء الياقوتة الكبرى ينبوع الرحمة حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا ابن آدم، إن كنت في ملل وضيق وأصبحت الآن في حرج، فصلي على المصطفى من بني هاشم يأتيك الله بالفرج. يتيما بمفرده قاد سفينة العالم الحائرة في خضم المحيط المتناضل بأمواج الشرك ليرسيها إلى الشاطئ الأيمن برسالته وشفاعته. جعل من العبيد سادة ومن المستضعفين قادة، ومن عبادا للأحجار والأوثان عبادا لله الواحد الديان. فصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، القائل للحسين بن علي: يا حسين، من هو أفضل جهة من النسب؟ فقال: يا رسول الله، أنا أفضل جهة من النسب، فيكفيني فخرا وشرفا أن جدي المصطفى صلى الله عليه وسلم
ثم يكفيني فخرا أن أم السيدة فاطمة الزهراء التي لم يقع عليها دم الحيض في يوم من الأيام، ثم يكفيني فخرا أن أبي الإمام علي ابن أبي طالب قال له: يا حسين، إن كان هذا هو نسبك فاسمع معي ما هو نسبي، صلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مدر ابن نزار ابن معت ابن عدنان ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن تارح، عليهم جميعا رحمة من رب العالمين. سلامي على من قال للناقة اشهدي اني رسول الله قالت له نعمي. سلامي على من قال للظبي من انا قال رسول الله ارسلت للامم. سلامي على من قال للظبي من انا قال رسول الله ارسلت للامم. سلامي على الممدوح في طه وياسين والضحى ونوني والقلم. سلامي على من شق جبريل صدره صغيرا ولم يشكو لذلك من الألم. أيها الإخوة المؤمنون، عود طيب مبارك إلى ساحة القرآن الكريم من ليلة تكريم الراحلة الكريمة والدة المهندس عماد عبد الجليل موسى، وجئنا مشاركين الأسرة الكريمة واجب العزاء. سيادة المهندس عماد عبد الجليل موسى، وهكذا الحاج خالد عبد الجليل موسى، والحاج عبد الجليل عبد الجليل موسى، سائلا ربي في عليائه أن يتغمد الراحلة الكريمة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، كما أسأل ربي في عليائه أن يجعل هذه الليلة من أسعد لياليها، كما أسأله جل وعلا أن يجعل القرآن الكريم لها في القبر ضياء ويوم العرض شفيعا. أيها الأخوة المؤمنون، ساعدنا في الجزء الأول من هذه الليلة المباركة باستضافة علم من أعلام دولة تلاوة القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية، وصاحب الجمعة الغانمة بالمقامات والروايات فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الناصر حرق، كما ننقل لكم هذا اللقاء القرآني المبارك على الهواء مباشرة من داخل كبرى إذاعة القرآن الكريم والهندسة الإذاعية وكبرى مخازن الفراشة والإنارة الذهبية، وهكذا كبرى الهندسة التصويرية المهندس مصطفى خليل والمقيم بالمحمودية، كما ننقلها لكم عبر شاشات الإنترنت والهندسة التصويرية المهندس رامي أسامة، وهكذا المهندس مسعد عطالله، وهكذا المهندس محمد مفيد، كما يصحبنا في هذا اليوم المبارك بفيه المناسبات المتر محيي شحات عثمان. أيها الأخوة المؤمنون، خلفي منصة القراءة تتهيأ وتتزين لاستقبال علم من أعلام دولة القرآن الكريم وصاحب الجمعة الغانمة بالمقامات والروايات وسفير قراء مصر بالعالمي العربي والإسلامي والملقب بسفير قراء مصر، وهكذا يطلق عليه بين قراء العالم الإسلامي ملك المقامات فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الناصر حرق.
فليتفضل الى منصة القراءة ليمتع القلوب والارواح. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ذلك غدا إلا أن يشاء واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا.
ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. ذلك غدا إلا أن يشاء ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء
نتقبل منا ومنكم. واذكر ربك إذا نسيت. وقل عسى يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا. قل الله أعلم بما لبثوا. له غيب السماوات والأرض. أبصر به وأسمع. ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. اللهم صل على النبي وعلى آل سيدنا محمد.
واصبر 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 نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته مبدل لكلماته يا الله صلى الله عليه وسلم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر 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 نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون
ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي بئس الشراب وساءت مرتفقا وعدنا وإياكم يا رب إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا Well,
أولئك لهم جنات عدن. جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور. يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب نعم الثواب وحسنت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور حاضر.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار وما يطلبه المستمعون ولا ايه؟ طب صبر حاضر. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها أساور يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب نعم الثواب وحسنت متفقا روحانيات هذه ليلة منفوحة بالروحانيات واضرب لهم مثلا رجلين
اعمل ايه بس؟ حاضر عيني حاضر. خلينا مع القرآن، خلينا مع القرآن وتدبر وتمعن القرآن. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. وحففناهما بنخل تفضل تعال. اهلا وسهلا. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. على رأسنا حاضر عينيا نور يا رب نور. كلتا الجنتين
كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. وفجرنا خلالهما فقال لصاحبه وهو يحاوره: فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. الله لك.
وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله رب لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا
أكفرت بالذي خلقك من تراب خلقك من تراب ثم من نطفة خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي لكن هو الله ربي لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا صدق الله العظيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. من روائع سورة الكهف عزف على أوتار القلوب ليمتع القلوب ملك المقامات وصاحب الجامعة الغانمة بالمقامات والروايات سفير قراء مصر فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الناصر حرق قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري ورائد من رواد إذاعة القرآن الكريم والمقيم بمدينة القاهرة. نقلت لكم هذه التلاوة عبر أسير إذاعة القرآن الكريم وأحدث الهندسة الصوتية
وكبرى مخازن الإنارة الذهبية، وهكذا كبرى مخازن الفراشة والخيام المكيفة. أولاد الحاج مصطفى خليل، قرية المحمودية، مركز ومدينة بكرنس. واجب الخدمة الفندقية الممتازة، عميد الخدمات الفندقية المتر محيا شحات عثمان. أسرة الراحلة الكريمة، معالي المهندس عماد عبد الجليل والحاج خالد عبد الجليل والحاج عبد الجليل عبد الجليل، يتقدمون جميعا بخالص الشكر إلى كل من أتى يقدم واجب العزاء من السادة أعضاء الهيئات التنفيذية، وهكذا السادة أعضاء هيئات القضائية، وهكذا السادة أفراد وزارة الداخلية. أيها الأخوة المؤمنون، سائلا ربي في عليائه أن يجعل هذه الليلة المباركة من أسعد ليالي الراحلة الكريمة، وأن يجعل ثواب ما قرأناه وتلوناه في ميزان الراحلة الكريمة. أيها الأخوة المؤمنون، من لا يشكر الناس لا يستحق أن يشكره الناس. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.